أنا أموري صعبة جدا جدا. أنا بناشد الدول العربية، بناشد كل العالم. أنا ولدت ودخلت العناية، أنا لحتى الآن شفتش ابني. أنا إلى 40 يوم لحتى الآن مرمية، أنا لحتى الآن بعاني كل الصعوبات، مش قادر أتحرك ولا قادر أعمل إشي. المرض أكلني، ما حدا مطلع فيا ولا حدا مدور عليا. بدي أتعالج، بدي أطلع برا وأتعالج عشان أولادي. معايا 5 أفراد، ابني اللي ولدته لحتى الآن ما شفته. مش قادر. تعبت أنا، يا رب. مش عارف أنا أشد مين، مش عارف وين أروح، مش عارف. العلاج هنا هلكني إلى 40 يوم، باخد مضادات لكني مش عارف. بقول يا رب هيك الناس تطلع فيا واطلع برا واتعالج. شكرا لكم. بناشد كل العالم انه يطلع لها بعين الرحم. انا هادي ام لها 5 افراد، حرام يتيتموا. كل يوم بنتي بتموت، كل يوم بتموت، وانا مش قادر اعمل لها اي حاجه. مش قادر، ايش مش طالع بيدي اي حاجه. ما لا حول ولا قوه الا بالله. انا بناشد الدول العربيه والدول الاوروبيه انهم يعالجوها، بس تمشي على رجليها، تمشي ماشي على رجليها.